عودي معكم لمتابعة عالم صباح من شارع عمار الياس ومهرجان لونها. بنتك كانت عم ترقص مع الفرقة ايه؟ نعم، كانت عم ترقص معهم مع الفرقة الروسية، كانت عندها رقصتها كالينكا، وكنا نتفرج على غير الرقصات الحلوين. بروجرام بعقد. طب تمشيت من اول الشارع؟ تمشينا من اول الشارع لهونيك. خبرنا شو في شوي هيك. الاسواق كلها فاتحه، ويا ريت بتمنى انه دائما يكون هذا الشارع وغير الشوارع بتعج هيك بالعالم وبالناس، ويكون في توافد كثير على كل المحلات عشان نشجع. بتعرف الاوضاع هلا عندنا منا زياده، فمشان هيك نشجع تسوق ونزيد بالجمهور. رقصتي كثير حلو. ميرسي. ليك زمان بترقصي؟ صار. شكرا لك. لكل المشاهدين، نحن وياكم مكملين نهارنا طبعا من شارع عمار الياس مهرجان لونها، ولكن هلا خلينا نروح عن الجمال، بخصوص الجمال مع جين نصار، وبعدها بنعود للمتابعه لننقلكم احلى الاجواء من هالشارع. ما تتركونا، خليكم معنا. وأكيد بدنا نحضر جمالنا. كيف نهتم بحالنا؟ أول شيء لازم الوجه يكون بيرفكت. كيف يكون بيرفكت؟ لازم يكون بدون ولا وبرة ولا شعرة، ونخلص منهم وأكيد نهائيا وبدون وجع. بلس لازم يكون حواجبنا كتير حلوين. هلأ آخر موضة كل العالم عم بتعرضهم، بس عم ببشعهم هيدا التعريض. بليز نصيحة لإلكن، ما يكون عرض الحواجب أكتر من العين، والطول ما يكون أطول من العين، لأنه بيصغرها، بتبين لجوا، بتبين دافو، لأنه مش دارج هالقد تخين مثل ما أنتو عم شوف أغلبية العالم عم يجوا يسألونا. قد ما فينا ناعم بيكون الوجه طالع ناعم، وكل ما تخنا وقسينا اللون يعني غامق، كل ما بينا أكتر مرجلين. نصيحتي لإلكون، التتواج ما بينعمل وين ما كان، في بروفيسيونيل، وأكيد عنا بجميزو بصيدا خبرة 15 سنة. هيدي أول نصيحة لإلكون، انتبهوا التتواج وين تعملوه، وأكيد يكون لابق لوجهكم، ومينيموم خبرة 15 سنة. نهتم ببشرتنا. إذا عنا كلف في طريقة نروحه نهائيا. إذا عنا بوينوار بنتوياج 60 دولار بتخلصوا منه، وما في لزوم ترجعوا تعدوه، وما تعتلوا هم إنه تاني يوم حيكون عنا جلدتنا تعبانة يا ما يرجع يحبحب، هيدا شيء مش طبيعي، لازم تكون البشرة بتطير العقل. وتالت شيء، في كتير بيعانوا من كوبروز ياما مسامات مفتوحة، كمان له تريتمنت خصوصي عنا بشميزة وبصيدا. اليوم حابة فرجيكم فيشل، هو للتغنيج، هو للتجاعيد، هو للترهل، هو بيعطي رونق، هو بيخلي بشرتكم وقت تتطلعوا بالمراية تقولوا واو أنا شو حلوة. حنشوفه سوا. في أحلى من اللولو للبشرة؟ أكيد لا. في فرق بين بيلينج وبيلينج، وفي فرق بين ماسك وماسك، وفي فرق بين تريتمنت وتريتمنت، وأكيد بين أنامل وأنامل. من بعد خبرة 10 سنين مادونا عنا بشميزة، وأكيد إكرام بصيدا،
هيدا تريتمنت بيعطيكم الرونق اللي كل بنت وست بكل الأعمار بحاجة له. مش بس بيرخي الأعصاب، بيعطينا ريلاكسيشن، بيعطينا بوزيتيف انرجي، كمان بيخلي البيرل القماش البيلينج تبعه يشيل كل الخلايا الميتة، يعطينا الرونق اللي نحن بحاجة له. بس الماسك بيغذي وبيفوت وبيتغلغل حتى يعطينا كمان مفعول أقوى وأقوى. جمعة الجاية عندي عرس وأكيد بدي أحجز هيدا التريتمنت، لأنه وقت نحط الكافيار على البشرة مش بس بتشد، إذا عنا شوية تجاعيد كمان تخفيون، تعطينا كأنه عملنا ربع ساج على البشرة، يعني صار الوجه كلياته مبين مرتاح والتري ربوزي، يعني مرتاحين الماكسيموم. بس في فرق بين كافيار وكافيار بالسوق، لأنه هيدا نمبر ون أغلى وأحلى كافيار، عشان هيك بيعطينا الإفي اللي نحن بحاجة له. في كتير ستات قالوا لي بفضلوا يعملوا إبر فيتامينز بالبشرة. الإبر المشكلة على المدى البعيد أكتر من مرة معقولة بينفخ البشرة بعدين بيعطينا هالترهل، دوم بتصيروا بحاجة لتريتمنت أقوى كرمال ترجعوا كل اللي خسرتوه من ليونة بجلدة لترجعوا تضبطوا الجلدة. سو أنا بفضل هيك تريتمنت يما ليزر تريتمنت حتى ما يكون في تنفخ وجه بعقد وبعدين تعب. لازم يكون البشرة من أحسن لأحسن، ما نحس إنها تعبت، بالعكس كرمالنا من جوهر نتحلى. نعرف الإيدين كتير بيتعبوا وكتير مهم بي الفي اي بي فيشل عنا نهتم فيهم، لأنه دايما الستات بينسون يما تشيت يما تجاعيد يما نشفين، وبهيدا تريتمنت بخفف. بس إذا حبينا نشيل نهائيا هالتشيت وهالتجاعيد في تريتمنت أقوى، أكيد الاستشارة مجانية، وهيك منشوف شو فينا نعمل حتى تكون الدموازيل يما ست مبسوطة وإيديا كتير مرتاحين والريزالت بيرفكت. وقت يكون تحت العيون كتير تعبانين صار في ماسك ليفت انتريد بامتياز. هيدا بنفتحه للست اللي بتحب تريح تحت العيون حتى لو عاملة بوتوكس وفيلر، هيدا بيريحها دوبل وتريبل. فينا نستعمله لكل الأعمار، فينا نستعمله قبل الإيفنت بالنهار، وأكيد الإفيه تبعه بضاين مينيموم جمعة جمعتين ثلاثة. نحن بنعلمكم تعملوا بيلينج وماسك بالبيت، وإذا حبيتوا تشتروا كل جمعة عندكم مناسبة وتعملوا بالبيت كمان ما في مشكلة، نحن بنعلمكم. هيدا الماسك بنتركه نص ساعة وما بنغسله، لأنه الإفيه تبعه بعدين مثل ريبوزان بيضلوا يشتغل 24 ساعة. وحتى نغنش في اي بي لازم نحط الجولد ماسك اللي حيشد الرقبة، لأنه دايما الرقبة بتترهل قبل الوجه. وإذا عندكم ترهل كتير قوي، في عنا تريتمون بجلسة واحدة بتشد 50%. ما لكم غير تتصلوا فينا، الاستشارة مجانية بعد أنا معكم، ونهتم سوا بكل قطعة بجسمكم وبوجهكم رعشتكم. We'll be right back.
لكم بحصة صيفية، ما تتركوا البشرة تنشف، ضروري نشرب مي وأكيد نحط كريمات على وجهنا صبح وعشية. هلأ بالصيف في عنا سبراي فيتامين سي لكل اللي بيحبوا يتشمسوا ويعطي رونق ببشرتهم غير البرونزاج. سو هيدي الفيتامين سي فينا نرشها 5 مرات بالنهار فوق الميك اب، بيعطي للميك اب رونق حلو. اذا كنا على البحر كمان بيساعد البرونزاج يطلع كتير حلو. رفرشي السان لانه بنحس انه منعش، واكيد بيرطب الجلد وبيغذيها. في كتير بنات وستات عندهم حبوب ببشرتهم، الحمد لله عم نلاقي بتريتمون جديد شبني بجلسة واحدة العلاج 50% عم بيكون بيرفكت. أكيد كمان لسكارز لأنه منعرف من عمر 20 سنة معقولة الحبوب تكون ملتهبة وكمان يتركوا أثار، وهيدا عم بتأثر على نفسية البنات والشباب. سو هيدا تريتمون خصوصي بس عنا للبنات والشباب اللي عندهم سكارز قديمة يما جديدة، بجلسة واحدة عم بيخلصوا من هيدي المشكلة 50%. سو الاستشارة مجانية وما في مشكلة إلا ما نحل لكم إياها. بتشتاقولي بس فيكن تتابعوني على البيج كل يوم نصيحة، وأكيد في مسابقات وأكيد فيكن تربحوا كتير أشياء تجوا تتغنجوا عنا بالانستيتيو بجميزي وبصيدا وقريبا ببعبدا. نصيحتي لألكن فوتوا على البيج وشوفوا شو في أشياء جديدة، وأكيد promotion of the month دايما معي أنا جين نصار. عودي معكم للمتابعة من تلفزيون مستقبل من شارع مارلياس ومهرجان لونها. مثل ما شفتك كتير مبسوط من هيك قيت احكي انا وياك. شو اسمك بالاول؟ سامي حطوم. سامي خبرني شو شفت بالشارع انت عم تتمشى؟ شفت انه تقريبا كل انه غير المحلات اللي فاتحة هون في غير محلات من غير مناطق فاتحة هون، انه مثل ستوك او شيء. وانا بتمنى انه هذا المهرجان ينعرض بكل المناطق اللبنانيه، مش بس بهالمطرح، ومش انه ينعمل كل سنه، ينعمل كل شهر او كل جمعه كمان. برافو عليك والله. انت ساكن بالشارع؟ لا. من وين جاي؟ جاي انا من عجنح. بدي منك تقول للعالم يجوا يشاركوا بالمهرجان. اوكي. انا بتمنى انه انت تشاركوا بهالمهرجان، لانه هذا المهرجان بجامع كل الشعب اللبناني وكل الطوائف وكل كل شيء. ثانك يو لك سامي، ميرسي. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم، ومفاجاه حلوه ناطرتنا من مهرجان مارلياس لونها بعد البريك. خليكم معنا.